نعم. يا شيخ، رجل يعمل بالتجارة ولكن عنده أشياء لا يقدر يعني أن يؤمنها، مثلا في مبالغ، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ويحضر له المبلغ، وصاحب المحل يأتي له في هذا الطلب، فما رأيكم في هذا؟ يعني أنه يشتري بضاعة من بلد آخر، من بلد آخر، ويحضرها له عن طريق هذا المحل، ولكن يقدم المبلغ ويأتي له في يوم بعد يوم أو يومين هذا الطلب. يعني أتيت إلى رجل صاحب دكان، نعم، وقلت أريد السعر الفلاني، نعم، قال ما هي عندي، نعم، كذا، نعم، أحضرها لك من بلد آخر، نعم، وأعطاه الثمن مقدما، نعم، فلا بأس على أن يكون صاحب الدكان وكيلا له، وكيل معتمد، وكيلا له، يعني يشتري له من البلد الآخر. وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز. أما فهمت؟ نعم يا شيخ. هل فهمت ولا لا؟ لا أنا ما فهمت. ما فهمت. طيب، لنفرض أنك صاحب الدكان، نعم، وأنا أحتاج السلعة الفلانية وليست عندك، فهمت؟ نعم. بعتها علي على أنك ستجلبها من البلد الآخر، نعم، هذا لا يجوز، لأنك بعت ما لا تملك ولا تدري، ربما تبيعها علي بمئة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت 200، أو تبيعها علي بمئة بناء على أنها 50 ثم تكون نزلت إلى 30، هذا لا يجوز. أما إذا قلت نعم أنت وكيلي اشتري لي من البلد الفلاني ولك أجرة المثل، هذا لا بأس، فتشتريها من هناك على أنها على نصيبي، وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة. يعني الأجرة ما أخذها إلا بعد ما تحضر هذه السلعة. الأجرة هي، وأيضا لا تبيع عليه، أهم شيء أنك ما تبيع عليه، تقول أنا والله ما عندي، لكن خبرنا فيه أناس في البلد الآخر عندهم هذه السلعة، فأقول لك إذن أنت وكيل اشترها لي ولك أجرة المثل. طيب إذا كنت وكيل شركة معتمدة، وكيل شركة معتمدة، وأنا مثلا نفس السعر اللي بيعته الشركة مثلا في المدينة أو في أي مكان، أنا أبيع بنفس المنطق بنفس السعر، بس أنا عميت أحضرها. لا بأس، إذا كنت وكيلا للشركة فلا بأس أن تبيع باسم الشركة. جزاك الله خير. لا لا، من باب السلام لابد ان يكون مؤجل باجل معلوم له وقت في الثمن.